الله. يقولون هل تقرون قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل كلامه إلا بدليل وحجة؟ الجواب هذا لا يقره من يعظم ويوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقره. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الرسل حجة. وقال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين، أي عن الله عز وجل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل هذه الأدلة تدل على وجوب قبول ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما أبانه قاله حجة، حجة. رسل المبشرين ومنذرين مبلغين عن الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.